تابعة للحكومة العراقية حسب وصفها. الصحيفة حسب ما تقول التقت بعدد من أصحاب المهن والمحال التجارية بالموصل، ودول أكدوا أنه جاي يقومون بدفع مبالغ شهرية للميليشيات خوفا على حياتهم، واللي يرفض دفع المال ممكن يواجه تهمة تمويل الإرهاب. أحد التجار اللي بالتأكيد ما ذكر اسمه للصحيفة هو صاحب محل بيع المواد الإنشائية، أكد أنه تعرض للاعتقال من جماعة مسلحة بعد أن رفض دفع الأتاوة، وهددوه بالقتل بالمرة القادمة إذا ما دفع الأموال لهم، وبين أنه صار له 3 أشهر يدفع المطلوب منه. صحيفة القدس التقت مواطن آخر قال أنه المصالوة كانوا يتأملون اختفاء عمليات الخطف والابتزاز بعد خروج تنظيم الدولة، لكن اليوم جاي يصادفون نفس الممارسات اللي كانت تجري قبل سيطرة داعش، وأضاف أنه سطوة القوى المسلحة رجعت بنفس الوتيرة وبدون أي رادع. التقرير يؤكد أنه هواية من أصحاب المهن والمحال التجارية أغلقوا محلاتهم وتركوا أعمالهم، وهواية مواطنين دعوا إلى تدخل الحكومة العراقية وإيقاف هاي الممارسات، وبعض من التقت بهم الصحيفة قالوا أنه أفراد الميليشيات يكررون أنه هم حرروا الموصل وأصحاب فضل عليهم وعلى التجار أن يتحملون كل شيء. رغم المبالغة بالتقرير، لكن على الحكومة الاتحادية الانتباه. أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي: تركيا وإيران تخنقان كردستان، واللجنة المالية تحاصر الإقليم نقدياً. عزيزي المتابع، إذا واحد سألك شخبار الاستفتاء فضروري تسأله: عفواً، أي استفتاء تقصد؟ اللي صار يوم 25 بكردستان؟ لو الاستفتاءات اللي جرت وتجري يومياً بكواليس صنع القرار الإقليمي والدولي. اسأله هذا السؤال، لأنه واقعاً أكو عندنا استفتاءين، واحد شعبي صار بكردستان والثاني إقليمي ودولي على مستوى القادة. الاستفتاءين بنفس السؤال: هل توافق على إقامة دولة كردستانية في شمال العراق؟ والجواب تتذكروه، الشعبي حصل على موافقة بالأغلبية، بينما الاستفتاء الإقليمي والدولي اللي شاركوا بقادة الدول فرفضوه رفض قاطع، وكان عوزهم يضربون الولد اللي قدم لهم الورقة اللي بيها الاستفتاء بنفاضة الجقاير. طبيعي الرفض إجا بطرق متنوعة وبلغات مختلفة، بالعربي، بالتركي، بالفارسي، بالإنجليزي. بداخل العراق انقال بكل اللهجات، بلهجة البرلمان وبلهجة الحكومة وبلهجة الحشد الشعبي وبلهجة القوى السياسية. لا بل أن الرفض انسمع حتى باللهجة المصرية الأزهرية وبالسورية الدمشقية، وتحديداً بلسان بشار الأسد اللي قال: احنا مع الحفاظ على وحدة العراق. الملاحظ هنا أنه نبرة الرفض جاي تزايد بالطراد يوم بعد يوم، وتوصل للصراخ أحياناً، شيء يشبه السمفونية. ساعة طبل أردوغان يضرب ويعلن راح نحضر تدفق النفط بآلية مشتركة بين العراق وإيران وتركيا، بعدين يطقها راح نغلق المعابر والأجواء الجوية ويا كردستان. هذا طبل أردوغان. أما نغمة التشلو الأمريكي فعميقة وحادة، وهالمرة تكررها للمرة 20. خاب أملنا من استفتاء الإقليم، ونحن مؤمنون بالعراق الواحد المستقر. سمفونية رفض ممكن تسمع بيها أصابع بيانو إيراني تعزف بأصابع المرشد معزوفة الديناميت، ومقابلها ممكن يجيك صوت الكمان اللي على كتف العبادي وهو يعزف وصلة السلام، ويهمس بإذن برزاني: خل نتشارك بإدارة المناطق المتنازع عليها ونلعن الشيطان. وين همس هالهمسة؟ طبعا في باريس المخملية وهو واقف يم ماكرون. أجواء باريس أثرت بيه وأعلن عن رفضه أي احتمال لحصول اصطدامات مع البيشمركة. لا بل أنه دعا البيشمركة أن ينضمون للقوات العراقية ويكونون تحت راية السلطة الاتحادية ويعيشون عيشة سعيدة. بكل بساطة
تجي هيج دعوة بالوقت اللي البيش مرقة تتدفق على كركوك وتحيط بحقول نفطها، بل بنفس الوقت اللي تتحول بيه كركوك إلى برميل نفط، خصوصاً مع دعوة نوابها التركمان اليوم بتزويد الناس بيها بوسائل يدافعون بيها عن أنفسهم. ليش هالتصعيد؟ لأنه الاستفتاء الكردي أثر على استقرارها، بس بالجوهر لأنه أردوغان فتح النار وقال ماكو أي شرعية للأكراد بكركوك، وأضاف أنه عنده إجراءات راح تتخذ حولها. وأكو أطراف تركية حكت عن إمكانية القيام بعمل عسكري بالاشتراك ويا العراق. طيب السؤال هنا هو أمام هاي السيمفونية الرافضة والمتصلبة إقليمياً ودولياً، شنو مصدر قوة الإقليم؟ وعلى يا حايط منتجي إسرائيل مثلاً، اللي يعتقد البعض أنه بإمكانها أن تجبر أقدعها بلد وتخلي يركع بقرار أمريكي، لو الثقة اللي يؤمن بها الطرف الكردي هي قوة المصالح الاقتصادية اللي تربطها بأنقرة بحبال من حرير. يمكن هاي ويمكن ذيج، بس اللي ساعد هالأيام بكواليس الأكراد معادلة معقدة جداً. طرفها اليمين يقول أنه الدول الكبرى ما راح تسمح بضرب الإقليم أو محاصرة اقتصادياً، وطرفها اليسار يقول أنه الدول المجاورة لكردستان مو من مصلحتها تسبب لنفسها بصداع مزمن ممكن ينتهي بإيقاظ الهرمونات القومية الكردية اللي نايمة بتسامها، وبساعتها الله يعلم إش كم استفتاء لازم تسوي وإش كم جواب لازم تفترض. هسه شنو؟ كم استفتاء صار عندنا؟ الحساب يمكم أغاتي. رحب بكم ونناقش تطورات استفتاء كردستان مع سيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. رحب بك سيد عبد الباري. وأتساءل ابتداءً إنه عن مدى جدية مواقف الدول الإقليمية، وخاصة إنه في العراق هناك تشكيك خصوصاً في الموقف التركي على اعتبار يعني ماضي العلاقات المتميزة بين تركيا وكردستان. سيد عبد الباري. أستاذ أحمد، مساء الخير عليك وعلى جميع الأشقاء العراقيين، يشرفني أن أكون معكم في هذه المحطة وفي هذا البرنامج. حياك الله. أنا في تقديري التهديدات التركية هذه المرة جدية لسبب بسيط، لأن تركيا تدرك جيدا بأن استقلال إقليم كردستان سيكون مقدمة لتفكيك تركيا، وهذه مثل أحجار الدينامو، إذا بدأت في شمال العراق ستمتد إلى تركيا، ستمتد إلى إيران، ستمتد إلى سوريا وهكذا. فأنا في تقديري نعم، تركيا وحكم العلاقة المتميزة جدا بين السيد مسعود البرزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت تركيا هي النقطة الأضعف، لأنها كانت دائما يعني تقيم علاقات وثيقة جدا على المستويين الشخصي والاقتصادي مع إقليم شمال العراق. لكن الآن الصورة مختلفة. نعم، حجم التبادل التجاري بين تركيا وبين شمال العراق حوالي 10 مليارات دولارات. الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى طهران استطاعت أن تثبت حقائق كثيرة. أولا، منع تقسيم الدول المجاورة اللي هي العراق وسوريا. ثانيا، توقيع اتفاقات تجارية مع إيران تصل إلى 30 مليار دولار، بمعنى حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا الآن 10 مليارات، ربما يرتفع إلى 30 مليارا في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة. لكن ال 10 يعني مليار دولار التبادل التجاري مع كردستان قائم، والتبادل التجاري المتوقع والاتفاقيات اللي وقعها رجب طيب أردوغان مع إيران تحتاج إلى سنوات للتطبيق. يعني هل بالإمكان كردستان أن تستمر باللعب بعامل المصالح، مصالح المتبادلة مع تركيا؟ نعم، يعني السيد مسعود البرزاني وجه رسالة واضحة جدا للرئيس أردوغان بأنه ستخسر الإقليم وستخسر اقتصاديا. لكن يا سيدي أستاذ أحمد، عندما يكون خيار بين 10 مليار أو خسارة وحدة والوحدة الترابية لتركيا، أو وجود اضطرابات ضخمة داخل تركيا وتفتيتها، يعني بعتقد العشر دولارات في هذه الحالة تعتبر يعني ثمنا زهيدا جدا، وأعتقد تركيا الآن على المحك،
يعني إذا حصل شمال العراق على استقلال، هذا سيمتد بشكل أو بآخر إلى تركيا، وسيمتد أيضا إلى إيران، وسيمتد أيضا إلى سوريا. خلينا نكون واقعيين سيد عبد الباري، خلينا نكون واقعيين بلدية. يعني عفوا خلينا نكون واقعيين، إقليم نعم. كردستان العراق ما سعى إلى هذه الخطوة إلا بعد 14 سنة، أو خلينا نقول من 91، لكن بعد 14 سنة من 2003، وكان ياخذ 17% من الموازنه العراقيه، واستقلال شبه كامل، وبنى ووقع اتفاقات مهمه في مجال النفط والطاقه، وكون عناصر دوله. شلون اجي اشبهها ب خلينا نقول يعني فكره او حلم كردي ما زال يعني غير يعني بعيد عن متناول اليد في تركيا وفي ايران؟ يا أستاذ أحمد، الحلم مشروع، وحق يعني تقرير المصير مشروع، لكن هل شمال العراق محتل حتى يطالب بتقرير المصير؟ يعني من يطالب بتقرير المصير، من يطالب بالاستقلال، هو الذي يقع تحت احتلال أجنبي. هل حكومة المركزية في بغداد تشكل احتلالا لشمال العراق؟ هل هناك جيش عراقي يحتل اللي هو أربيل مثلا والسليمانية؟ يعني هذا هو السؤال. النقطة الأخرى، طيب أنت استقلال، أنت محاط بأربع دول قوية جدا، تركيا وسوريا والعراق وإيران. طيب ماذا، لماذا تريد إسرائيل؟ لماذا تستخدم إسرائيل كورقة استفزاز لهذه الدول ولهذه الشعوب؟ طيب الأشقاء، نجي على موضوع إسرائيل مثلا حكم الرئيس، بس خلينا نركز على الموقف التركي ابتداء. نعم. نجي على موضوع إسرائيل، لكن خلينا نركز على الموقف التركي. نعم. اللي قلت لك أنه ما زال بعض العراقيين يشككون به، الآن أنت تنفي هذا التشكيك وتعتبر الموضوع مختلف تماما. يعني لا يمكن أن يستبدل أردوغان أو حزب العدالة والتنمية الأمن القومي التركي بعشرة مليار دولار سنويا، لكن إلى أي مدى ممكن أن يصل التدخل التركي إذا استمر الأكراد بإصرارهم على الاستفتاء والاستقلال؟ أستاذنا، اليوم أعلن الرئيس أردوغان بأنه سيغلق الأجواء الجوية مثلما سيغلق المعابر البرية. هذا كلامه. أنا أتفق معك ومع كل الزملاء الذين يشككون بمدى صلابة الموقف التركي. نعم، الرئيس أردوغان غير موقفه أكثر من مرة، أسقط طائرة روسية ثم ذهب إلى موسكو معتذرا. نعم، كان يطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد، الآن هناك اتصالات مؤكدة بين وفود أمنية سورية ووفود أمنية تركية لترتيب الأوضاع في إدلب وفي دير الزور وغيرها. يعني نعم، الرئيس أردوغان براغماتي، يغير مواقفه حسب مصالح تركيا، لكن أنا لا أعتقد أن هناك مصلحة لتركيا في استقلال إقليم شمال العراق. أعتقد أن سيكون هناك ضرر على تركيا من خلال هذا الاستقلال، لكن هناك مصلحة لتركيا. يعني سيد عبد الباري، أضخم بكثير، هناك مصلحة لتركيا أن لا تغضب روسيا، وروسيا نعم. صاحبة مصالح اقتصادية ونفطية كبيرة عن طريق شركة روس نفط. والبارحة بوتين أشار إلى أنه نعم. قطع امدادات النفط من كردستان خطأ كبير. يا عزيزي، نعم، هذا الدول كلها تحاول بقدر الإمكان أن تبحث عن مصالحها في المنطقة، لكن أردوغان يستطيع أن يعوض العشرة مليار دولار من الحكومة المركزية في بغداد ومن الحكومة المركزية في طهران. هذه هي الحقيقة. يعني هذا مبلغ ضخم، لكن هناك من هو مستعد للتعاون مع تركيا من أجل حماية مصالحه أيضا، من أجل الحفاظ على وحدته الترابية ووحدته الوطنية ووحدته الديمغرافية. هذا الآن اللي علمحك، الوحدة الترابية والوحدة الديمغرافية. ماذا لو تحولت تركيا إلى جيوب متقاتلة مثلا؟ ماذا لو تحولت العراق، تحول العراق إلى أيضا كانتونات متقاتلة؟ ماذا لو تحولت إيران أيضا ونسبة الأكراد فيها تأتي الثانية بعد تركيا إلى حرب أهلية أو اضطرابات استقرارية، اضطرابات أمنية؟ يعني ماذا ينفع الاقتصاد في هذه الحالة؟ وأين سيكون الوضع الاقتصادي؟ هذا الوضع الاقتصادي يكون مفيدا عندما يكون هناك استقرار، لكن إذا تهدد هذا الاستقرار، هذه العشرة مليار حتتحول إلى أقل من مليار. يعني هذه هي الحقيقة. إذا كان
كانت تركيا تريد أن تنسحب للمسألة، يعني لا أعتقد أن إيران ستقبل، ولا أعتقد أن العراق سيقبل، وستكون هناك حرب. أين مليارات تركيا في هذه الحالة؟ تبخرت. أين طموحات مثلا أنبوب النفط؟ ماذا سيفيد تركيا إذا انقطع هذا الأنبوب أو تفجر؟ يعني المسألة الاستقرار هو الأساس. والآن هناك أربع دول رئيسية وأربع دول إقليمية وأربع دول إقليمية عظمى تعارض هذا الاستفتاء. الدولة الوحيدة التي تؤيد هذا الاستفتاء هي إسرائيل. طيب إسرائيل تبعد آلاف الكيلومترات عن كردستان العراق، يعني كيف ستأتي إسرائيل وحماية ذلك؟ وبعدين يا أخي يعني أنا أستغرب، طب الأشقاء الأكراد كانوا يقولوا إنهم بدهم استقلال لأنه كان هناك نظام طاغية في بغداد، نظام مستبد. طيب هم الذين وضعوا الدستور الاتحادي، وهم الذين وضعوا المحكمة الاتحادية، ولهم تمثيل في البرلمان، ولهم تمثيل في رئاسة الجمهورية من حقهم، وعندهم نائب رئيس جمهور، نائب رئيس وزراء. طب يعني ما هو المطلوب أكثر من ذلك يا أخي؟ قاتل وناضل مع الشعب العراقي من أجل ديمقراطية حقيقية، من أجل هوية عراقية جامعة، من أجل مكافحة الفساد. ما أشقائك، هؤلاء أشقائك في العراق، ولم يعطي الإكراد دولة أكثر يعني أو ما يعطيهم امتيازات أكثر من العراق نفسه. طيب وحتى قبل النظام الحالي من أيام الحكم البعث يعني حصلوا على حكم على استقلال ذاتي. هل أعطتهم تركيا استقلال ذاتي؟ هل أعطتهم إيران استقلال ذاتي؟ هل أعطتهم سوريا حكم ذاتي؟ هذا السؤال. طب هل بهذه الطريقة يكافئ العراق والعراقيين؟ قبل ما أنتقل إلى مناقشة موقف إيران وشوي ندخل به بتفصيل، خليني أسأل سؤال أخير عن موقف تركيا وأهمية كركوك بالنسبة لتركيا، خاصة مع وجود التركمان في هذه المدينة. يا سيدي يعني كركوك مثل ما نعرف هي مدينة مختلطة متعددة الأعراق والطوائف. طيب يعني هذه المدينة لماذا يصر الأكراد على أن يفتحوا هذا الملف الشائك جدا، ويعرفوا أن هذا الملف يعني مثير لاستفزاز التركمان والعرب والآشوريين وكل الأطراف حقيقة؟ طب لماذا إثارة هذا الموضوع؟ وبعدين النفط، طب الإقليم شمال كردستان شمال العراق يصدر يوميا 500 ألف برميل من النفط إلى ميناء جيهان التركي، وهذا يذهب إلى إسرائيل مباشرة. طيب يا أخي ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني طيب يعني ماذا يفيد النفط إذا عادت الحرب الأهلية مثلا؟ ماذا يفيد النفط إذا عادوا الأكراد إلى القتال مرة أخرى؟ وقتال في وجه من؟ يعني في الماضي كان القتال في مواجهة اللي هو الحكومة المركزية في بغداد، الآن القتال لو اندلع سيكون ضد إيران وضد بغداد وضد سوريا. قبل أيام أنا قبل أيام أقرأ لك مقالة. طب لماذا يا أخي؟ إحنا العرب أقرب ناس للأكراد. نعم. قبل أيام أقرأ لك مقال تتخوف من حرب قادمة. هل بإمكان تركيا أن يعني يصل موقفها في خصوص كردستان واستفتائها إلى استخدام القوة العسكرية في كركوك مثلا أو باقي المناطق؟ نعم، يعني أولا هناك أطماع لتركيا في كركوك، هناك أطماع لتركيا في الموصل وهذه معروفة. الأمر الثاني، تركيا تدخلت عسكريا في سوريا، تدخلت في منطقة إدلب، تدخلت في حلب، تدخلت في مدن أخرى يعني في الباب مثلا، وقواتها دخلت الباب في شمال سوريا. طب لماذا لا نستبعد التدخل العسكري في العراق في هذه الحالة؟ وهنا في بعشيقة هناك قوات تركية موجودة، هناك قاعدة تركية فيها أكثر من 2000 جندي وفيها دبابات وفيها مدفعية. طب لماذا لا نقول إنه تركيا ستلجأ للخيار العسكري؟ ونحن طيب نعرف أن يعني بعشيقة مش بعيدة عن المناطق شمال العراق. الأعداد أعتقد الاحتمالات التدخل العسكري واردة. أعداد جنود الأتراك والقوات التركية في بعشيق عددها قليل بالقياس لخطاب أردوغان الناري هذه الأيام. خلينا ننتقل لإيران وتقييمك لموقف إيران، وهل تشترك مع تركيا فقط في قضية أن وجود أقلية كردية تخشى أن تمارس نفس الممارسة اللي مارسوها أكراد العراق، أم هناك عناصر أخرى تدفع بالموقف الإيراني؟ يا سيدي إذا أنت فككت العراق ستفكك إيران. ما في سنة في إيران وفي عرب في إيران وفي أذريين في إيران، يعني طب هؤلاء يعني وطبعا بالإضافة للأكراد. فإذا أنت فككت العراق هذا التفكيك سيصل إلى إيران مثل أحجار الدومينو مثل ما قلت. يعني إيران لن تكون في مأمن،
يعني هذا أن تفتح ملف الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، هذا يعني عدم ملف الأقليات. ما الذي يقلق إيران؟ أنت تفتح يعني يقلق إيران هو أنه تكون هناك دولة مستقلة وبعدين تقيم علاقات استراتيجية مع إسرائيل حقيقة. هو هذا قلق مشروع لإيران، مثلما هو قلق مشروع للعرب، العرب والفرس، مشروع العرب والفرس والترك يستخدمون فزاعات إسرائيل من أجل إخافة أو من أجل أن يعني تعبئة الرأي العام ضد كردستان. يا أستاذ أحمد، يعني خلينا نرجع للوراء. طيب يا سيدي، مين اللي كان وراء الـ 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 الأزمة في ليبيا؟ مين كان اللي مهد لتدخل حلف الناتو في ليبيا؟ يا أخي، كان برنارد هنري ليفي الذي كان يحتفل مع الأشقاء الإيرانيين في أربيل يوم الاستفتاء. يعني من الذي وقف خلف الاضطرابات في ليبيا؟ هو كمان إسرائيل، ويعني هذا أمر معروف ومشروع طبعا. يعني هذه مسألة. طيب إذا كان أنت تأتي بإسرائيل إلى هذا الإقليم وهناك يعني خطة إسرائيلية، هناك عداء. نتنياهو عندما ذهب إلى المتحدة ماذا كان يحرض؟ ضد إيران، وكان ضد برنامجها النووي. أستاذ عبد الباري، يعني ما تعتقد أنه الإعلام نفخ كثيرا في شخصية برنارد ليفي؟ مجرد مخرج تلفزيوني يشتغل براتب كمستشار عند السيد مسعود برزاني، تشعر يعني هو يضخم الإعلام من هالشخصية هاي. يا أستاذ أحمد، ليش المبالغة؟ أنت لا ريت لو تقرأ كتابه اللي كتبه عن تجربته في ليبيا. هذا مش شخص عادي، هذا شخص يستطيع أن يرفع هاتف الهاتف أو سماعة الهاتف ويتصل بساركوزي، يستطيع أن يرفع سماعة الهاتف ويستطيع أن يحكي مع البيت الأبيض أو وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت. يعني هذا ليس شخصا عاديا. هل أستطيع أنا مثلا أتصل والله بوتين مثلا، في فلاديمير بوتين، وأنا صحفي وتتعرف يعني هذا؟ لا، هذا شخص ليس شخصا عاديا. وماذا قال؟ قال أنا أساعد في ليبيا، وأنا لعبت دورا كبيرا في تهيئة المناخ وفي استدعاء الناتو للتدخل في ليبيا خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل وخدمة لميولي اليهودية واللي هي انتمائي اليهودي. هذا الكلام موجود في كتابه. وتعتقد أنه يمارس نفس الدور الآن في كردستان؟ ترجم العربي ولا لا؟ لكن هو ترجم إلى اللغة. نعم، وتعتقد انه نفس لا استاذ احمد لعب نفس الدور في سوريا، ويريد الان ان يلعب نفس الدور في كردستان. طب يا اخي، يعني لماذا يعني؟ طب يا اخي الاكراد، مثل ما قلت يا اخي، في تاريخ مشترك بيننا يا اخي. العراق كانت بغداد كانت اكبر مدينه كرديه في العالم. يعني اربيل لم يكن فيها عراقيين اكثر ما كان في مثلا في بغداد. ويعني أنا أذكر لك حادث بس لو سمحت لي شوي. طبعا. يعني أشهر المطربين كانوا أكراد، أشهر الملحنين أكراد، أشهر الأطباء أكراد في بغداد، أشهر يعني المهندسين أكراد. يعني كانت بغداد عاصمة كردية. طب يا أخي، طول عمره هناك تعايش عربي كردي، يعني لماذا نسمح لبرنارد هنري ليفي بأن يتدخل في شؤوننا ويخلق ويدق أسافين الفتنة بيننا، بين العرب والأكراد؟ هذه لا يمكن أن تكون هذه لخدمة الأكراد. ولم يتدخل لخدمة الليبيين. شوف إيش صار في ليبيا، شوف إيش صار. طيب. في ليبيا 7 سنوات ليبيا دمار. يعني اقتنعنا في سوريا أكو دعم يعني إسرائيل. كمان 7 سنوات دمار. عفو. يعني هل يريد أن ينقل الدمار إلى شمال العراق؟ عفو. لا يا سيدي، سيد عبد يجب أن اقتنعنا. ويجب اقتنعنا بكلامك، وقلنا أنه إذا اقتنعنا بكلامك وقلنا أنه أكو رغبة إسرائيلية أو دعم إسرائيلي لهذا الاستفتاء، كان إسرائيلي واللوب الإسرائيلي اللي دائما يحكى عن قوته في واشنطن غير موقف واشنطن تجاه الاستفتاء، الرافض للاستفتاء لحد الآن. يا أستاذ أحمد، يعني الأمريكان ما هو يعني يقولوا شيء وفي السر يفعلون شيء آخر. وأنت تعرف أن الأمريكان يعني هناك مصادر كردية أكدت بأن الأمريكان يعني داخليا يعني يؤيدون الاستفتاء ويؤيدون الاستقلال، وأنه الإسرائيليون وعدوهم بأنهم سيقومون بتغيير الموقف الأمريكي إذا كان هذا الموقف صحيح. واللوبي الإسرائيلي لوبي قوي جدا، وهذا اللوبي وقف ضد أردوغان ووقف ضد العراق. شهدنا تراجع نتنياهو، ووقف ضد سوريا. شهدنا تراجع نتنياهو في تصريح، وكان وراء غزو العراق. شهدنا تراجع في تصريح لنتنياهو، ولم نشهد تغيير في الموقف الأمريكي بناء على الضغط، ضغط اللوبي اليهودي في واشنطن.
نعم يا أخي، اللوبي اليهودي في واشنطن لوبي قوي جدا، وهذا اللوبي الآن يعمل في مصلحة استقلال كردستان، وهذا أمر معروف يعني مش سر. ونتنياهو نفسه هو أكثر شخص حماسا للاستفتاء وللاستقلال. طب يا أخي معقولة يعني يكون هناك دولة وحيدة في العالم هي التي تؤيد هذا الاستقلال مثلا، أو على الأقل علنا؟ معقولة أنه هذا دولة وحيدة فقط اللي مستعدة للاعتراف باستقلال كردستان؟ هل يا أخي كوسوفو لم تعترف بها الأمم المتحدة؟ يا سيدي اللي هي قبرص الشمالية أو قبرص التركية، يعني لم تعترف بها إلا تركيا، ولا ترفضت كل الدول العالم الاعتراف بهذه الدولة. هل يريد أشقان الأكراد أن تكون إسرائيل المعادية للعرب والمعادية للمسلمين أيضا؟ يا أخي مليار ونصف مليار مسلم معظمهم يعادوا دولة إسرائيل. يا أخي الأكراد يعني ما أصدقائنا وأحبائنا، يا أخي القدس مش هذه يعني، والمسجد الأقصى مش هذه مسجد المسلمين؟ طيب مش قبلة الأولى للمسلمين؟ طب يعني معقولة هذا الكلام؟ يعني طب هو في واجبات دينية عليهم، واجبات أخلاقية، يعني لا يجب عليهم أن يستفزوا مليار ونصف مليار مسلم بالتحالف مع هذه الدولة التي تحتل الأقصى، والتي يعني تشرد شعب فلسطيني، شعب عربي، شعب مسلم، يا سيدي وشعب سني كمان. يعني طب يعني أنا لا أعرف هذا الغرام، يعني ماذا ستفيد إسرائيل كردستان؟ يعني هل أفادت إسرائيل ليبيا مثلا؟ هل أفادت إسرائيل المعارضة السورية مثلا؟ هل أفادت إسرائيل سيد عبد الباري معروف أي دولة العداء أخرى يعني تدخلت فيها؟ هل أفادت إسرائيل جنوب السودان؟ معروف العداء وحالة ممكن تسميتها حالة الحرب، يعني حالة الحرب بين إيران وإسرائيل، أقصد يعني هناك أجنحة تابعة لإيران في أماكن أخرى حاربت إسرائيل. هل بالإمكان أن تلجأ إيران إلى القوة لمنع قيام دولة كردية؟ والله يعني لا أستبعد، يعني أنا أعتقد أنه كل المؤشرات الآن تقول بأن تركيا وإيران مستعدتان، والعراق طبعا، لخوض حرب لمنع قيام إقليم كردستان المستقل. يعني هذا كلام، هذا ما سمعناه يعني، وفي تقدير الأمور تتطور بهذا الاتجاه. يعني حتى السيد حيدر العبادي قال لن نفتح أي حوار مع كردستان أو مع السيد البرزاني إلا إذا ألغى الاتفاق. يا سيد الحشد الشعبي اليوم أكمل سيطرته على الحويجة وجوارها. طب يا أخي هذه قوة يعني، طب تدخلت في الموصل وهزمت الدولة الإسلامية في الموصل وفي الرمادي وفي أماكن عديدة في العراق. طيب يعني طب لماذا لا تتدخل هذه الدول في شمال العراق؟ طب يا سيدي ما النظام الرئيس العراقي صدام حسين ونظام البعث قبل ذلك، يا أخي أرسلوا قوات إلى كردستان وإلى يا سيدي الرئيس صدام حسين هو الذي أنقذ البرزاني عندما هجمت عليه وكادت قوات جلال الطلباني تصل إلى أربيل. مين اللي أنقذ البرزاني؟ مين هو اللي أنقذه؟ يعني أنا أسأل هذا السؤال، هل برنارد هنري ليفي وإسرائيل هي اللي أنقذت البرزاني وأنقذت أربيل من السقوط في أيدي قوات الجلال الطلباني؟ يعني هذا السؤال. طيب يا أخي ما عرب هذه قوات عراقية، قوات عربية. طيب يعني فلذلك يعني أنا لا أستبعد أن تتطور الأمور للأسوأ، ولا نريدها أن تتطور للأسوأ. يا أخي رغم تأكيد السيد العبادي هذا اليوم من باريس، فترة ذهبية 14 عاما من الاستقرار، رغم نعم. تأكيد السيد العبادي اليوم من باريس تأكيد على استحالة استخدام القوة ضد كردستان وضد إقليم كردستان. هنا أريد أسأل عن ما حكي عن وساطة ممكن أن يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان مفترض أن يلتحق السيد مسعود برزاني بالسيد حيدر العبادي في باريس. هل بإمكان فرنسا ورئيسها الشاب لعب دور في تهدئة الأزمة؟ يا سيدي هؤلاء يبحثوا عن مصالحهم الاقتصادية، يعني اللي كانوا كلهم بعد الاتفاق النووي مع إيران، أول رئيس وزراء زار فرنسا زار طهران كان رئيس الوزراء الفرنسي، وأول وزير خارجية كان وزير الخارجية الفرنسي. هؤلاء يبحثون عن مصالح،
يعني مصالحهم هم وليس مصالحنا نحن وليس مصالح الأكراد. يعني لماذا يتدخل يعني الرئيس الفرنسي للوساطة؟ ماذا على ماذا تسترد هذه الوساطة؟ إذا كانت الدول الثلاث الرئيسية اللي هي تركيا والعراق وإيران تقول بأن لا حوار إلا بعد أن يلغي الرئيس البرزاني الاستفتاء ويلغي نتائجه. إيه بس يا سيد عبد الباري يعني إن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. يعني كيف يجبرون الرجل الآن أن ينهي مسيرته وينهي تاريخه وينهي نضاله ونضال عائلته بهذه الكسرة للإرادة؟ إلغاء استفتاء صوت عليه أكثر من مليون كردي. يا سيدي يا أستاذ أحمد يا أخي، كردستان مش البرزاني، والبرزاني ليس كردستان، في شعب كردي يجب أن يوضع توضع مصالحه في عين الاعتبار. يا سيد الرئيس رجب طيب أردوغان يا أخي ذهب إلى موسكو واعتذر بالروسية للرئيس بوتين بعد إسقاط الطائرة الروسية، اعتذر بالروسية وقدم كل المطلوب منه. لماذا؟ لأنه بده ينقذ بلده. هذه روسيا دولة عظمى، والخلاف مع روسيا أو تصاعد الخلاف ربما يؤدي إلى مواجهة. يعني بدأت المواجهة الاقتصادية وجمدت تركيا كل علاقة، جمدت روسيا كل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وبدأت فعلا يعني ربما تفكير بعمل عسكري لاحق. فيعني إذا كان أردوغان اللي هو رئيس دولة إقليمية عظمى يعني تنازل لموسكو من أجل مصالح بلده، لماذا لا يتنازل الرئيس البرزاني وهو رجل حكيم، لماذا لا يتنازل يعني من أجل مصالح الشعب الكردي 5 ملايين كردي، لماذا لا يتنازل من أجلهم؟ يعني العناد هنا لا يكفي، العناد هنا كفر، العناد هنا ربما يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا على الشعب الكردستاني، ونحن لا نريد حصارا، لا نريد معاناة. يعني هناك بعض المتطرفين الأشقاء الأكراد يقول لك احنا نرجع للجبال. يا أخي ليش ترجع للجبال؟ ما أنت كانت عندك دولة وكان عندك علم و17% من الميزانية الاتحادية وكان عندك ممثلين في البرلمان وكان عندك رئيس جمهورية كردي. طب يا أخي طب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ خلينا نتعايش يا أخي، خلينا نتعايش عرب وكرد جنبا إلى جنب، خلينا نتعايش مع بعض ونبني العراق الجديد. ما المطلوب من بغداد؟ ما المطلوب من بغداد؟ ونعمق الهوية الوطنية العراقية. ما المطلوب من بغداد باعتقادك كي يتراجع السيد مشعود برزاني؟ يا سيدي احنا يعني اذا لم يتراجع يعني حقيقه هو يعرض نفسه ومستقبله ويعرض ايضا الاقليم كردستان الى اخطار كبيره. طب اليوم سمعنا الست هيرو ابراهيم اللي هي زوجة المرحوم جلال الطلباني يعني تنتقد بشده السيد البرزاني. طب هو كمان هذا الاستمرار في هذا الاستفتاء سيخلق ايضا ازمه كرديه. طب يعني ما الفائدة؟ لكن هذا التعويل على الانقسام الكردي سيد عبد الباري، عفوا التعويل على هذا الانقسام الكردي الكردي والتعويل على التهديدات الإقليمية والتعويل يعني واشتراط شروط صعبة على كردستان، هذا أيضا يحرك روح العناد عند السيد مسعود برزاني ويستمر في عناده. يعني التعويل على هاي يعني غلط، والتعويل على إسرائيل هو الصح يا أستاذ أحمد. إسرائيل لن تفيد الأتراك، لن تفيد الأكراد، لن تفيدهم على الإطلاق. يعني أنا بقول لا، إحنا نضرب أمثلة. ما أنت يعني تتفاقم المشاكل الآن، الآن تتصاعد الأزمات، يعني الآن يزداد الحصار. طب إحنا لسه يومين أو الاستفتاء ملوش أسبوع، والآن اللي هي السليمانية والحزب الاتحادي الكردستاني أعلن إنه معارضته لهذا الأمر. طب وأعرض أعلن معارضته لتشكيل مجلس للاستقلال أو حتى للاستفتاء. يعني هذه المشكلة. طب يعني هل تفيد الخلافات؟ يعني إحنا لا، إحنا نريد أشقاء الأكراد متحدين، نريدهم متعايشين أولا مع بعضهم البعض، ثم بينهم وبين العرب، بينهم وبين الإيرانيين، بينهم وبين الأتراك. يعني هذه يعني أنت لا تستطيع أن تغير الجغرافيا أستاذ أحمد. طيب أنت لكن أنت في منطقة جغرافية ملتهبة. أنت تعادي سيد عبد الباري تركيا، لا بغداد، لا بغداد 75 مليون، تعادي العراق 25 مليون. لا بغداد اللي صارت 3 سنوات داخلة في معركة مع داعش، ولا إيران المنهكة أيضا نتيجة حروب سوريا ومساعدتها العراق في حرب داعش، ولا تركيا أيضا ومشاكلها الداخلية وأيضا معارك على الحدود السورية مستعدة وراغبة بالدخول في حرب مع كردستان. ليش ما توفر هاي الدول سلم لنزول السيد برزاني
يحفظ وجه ماء السيد برزاني، خروج مشرف من مأزق وورطة الاستفتاء بدل الإصرار على تهديد السيد مسعود برزاني وتهديد كردستان بالويل والثبور. يا أستاذ أحمد، هذا كلام عاقل وهذا كلام حكيم، لكن السؤال هو هل السيد البرزاني مستعد أن ينزل عن الشجرة إذا أحد قدم له هذا السلم، ووفق أي شروط، وما هي حجم التنازلات التي يستطيع أن يقدمها؟ هنا السؤال، يعني ما هو أنت كمان العملية يعني عملة من وجهين مش من جانب واحد، يعني إذا كان قبل الاستفتاء يعني كانت هناك توسلات من طيب قبل لا تطالبه بغداد، لا تطالبه بغداد ومن قبل الإيرانيين، لا تطالبه بغداد بإلغاء الاستفتاء ليتحول الاستفتاء إلى استطلاع رأي، وهو كان فعلا استطلاع رأي للشعب الكردي، ليتحول الاستطلاع، وأعتقد أنه هذا الأمر قد يقبل به السيد مسعود برزاني، يقول أنه استطلاع رأي مطالبة بالغاء. ألو، تسمعني سيد عبد الباري؟ أيوة. طيب الآن أسمع. أقصد يا سيدي، أقصد أنه فرض الشروط يعني طب هو هل الاستفتاء هو قرآن كريم يا أستاذ أحمد؟ هل هو الاستفتاء قرآن كريم؟ هل هو يعني إلغاؤه يعني مشكلة كبرى؟ يعني هذا السؤال، يعني 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 طب يعني شوف، هاي بريطانيا يا سيدي وأنا مقيم في بريطانيا، إنه عملوا البريكسيت وخرجوا عن الاتحاد الأوروبي، تعال شوف الوضع كيف الآن، لو جرى الاستفتاء اليوم الآن لو جرى إنه بريطانيا يعني ستعود إلى الاتحاد الأوروبي أقوى مما كانت. يا سيدي، الاستفتاء في تركيا لما أدركوا الاسكتلنديون، عندما أدركوا بأن هذا الاستفتاء سيضر بمصالحهم الاقتصادية وسيعزلهم عن الاتحاد البريطاني، يعني صوتوا ضد هذا الاستفتاء والأمور ماشية، والشعوب يجب أن تبحث عن مصالحها. لكن هذا لا يعني أنه ربما الاستفتاء في اسكتلندا أو على استقلال اسكتلندا ربما يأتي بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات، لكن التوقيت الآن لا، التوقيت غير مصيب. فالإنسان يحاول أن يخفف على شعبه، الإنسان يحاول أن يجد لهذا الشعب ما ينفعه وما يفيده، ليس ما يورطه في حروب أهلية أو حصار. يا أخي طب لماذا يحاصر الأشقاء الأكراد؟ ما الآن عندهم أزمة اقتصادية، والآن عندهم فساد، والآن مش دافعين رواتب للشهور للموظفين. طب لماذا يعني تنكيد على حياة الناس 5 ملايين كردي شقيق كردي؟ يعني لماذا نضعهم تحت حصار؟ يا أخي أنا ضد حصار كردستان، أنا ضد أن يتضرر أي شقيق كردي أي كان. لكن كمان يعني السياسيين يعني كمان مشكلة الأشقاء الأكراد أنه السياسيين عندهم يعني بيقدم مصلحته السياسية ومستقبله السياسي على مستقبل 5 ملايين كردي، وهذا خطأ كبير. يعني طيب، يعني المسألة تحتاج إلى حكمة ولا تعقل. واضح. إذا كان هناك إمكانية لإلغاء هذا الاتفاق أو الاستفتاء، يعني لماذا لا؟ طيب خلينا أختم وياك بسؤال عن المواقف العربية، عدا موقف الجامعة العربية الواضح برفض الاستفتاء ونتيجته واستقلال كردستان، وعدا الموقف السوري، لم نشهد تلك المواقف القوية من دول عربية قوية مثل السعودية ومصر وغيرها، ترى ما السبب؟ يا أستاذنا، هناك موقفان، موقف يريد استخدام الأكراد كورقة لاستنزاف إيران، لأنه الآن المعركة القادمة ربما تكون بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. يعني يريدون استخدام الأكراد كورقة ضد تركيا. طيب يعني هل لماذا يقبل الأكراد بأن يستخدموا سواء من العرب أو من غير العرب أو من أجل خوض حروب ضد دول الجوار؟ يعني هذه الدول يعني لا تؤيد الاستفتاء حتى تحت الطاولة حبا في الأكراد، ولأنها تريد لهم دولة، لا، هي تريد هذا حتى تستخدمهم كورقة ضد عدوها الإيراني وضد عدوها التركي. هذه هي الحقيقة. يعني لا، يعني فلذلك يجب أن يتبصر الأشقاء الأكراد بنوايا هؤلاء، نفس الشيء، نفس الاستراتيجية التي تريدها إسرائيل، أن تستخدم الأكراد كموطئ قدم لهم وأن يكونوا أداة في إيد خنجر في إيدهم ضد إيران. وسمعنا حجم العداء الإسرائيلي لإيران ولحزب الله وللأشقاء الشيعة والعرب جميعا كمان،
يعني هذه المشكلة. فلماذا يعني السؤال هو لماذا لا يتبصر المفكرون الأكراد بهذه المؤامرات؟ لماذا لا يتبصر الزملاء الصحفيون في إقليم شمال العراق بهذه الخطط الجهنمية الشيطانية التي يريد بعض العرب والإسرائيليين إيقاعهم فيها؟ يعني لا نريد لهم هذا الدور على الإطلاق، نريدهم أن يكونوا مع العراق من أجل إصلاح هذا العراق ومن أجل محاربة الفساد ومن أجل تعميق الديمقراطية. هذه هي مطالبهم دائما. يا أخي هناك محكمة اتحادية عراقية أوصت أو أفتت بعدم شرعية هذا الاستفتاء. طب يا أخي المحكمة أنتوا أسستوها أيام ما كان بليبر يحكم العراق، أنتوا كنتم مع بريمر، أنتوا كنتم في مؤتمر لندن، أنتوا كنتوا تريدوا الإطاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق حسب أدبياتكم. طب الآن عندكم نظام ديمقراطي وعندكم تمثيل في البرلمان وعندكم. طب يا بعدك بعدك تحن سيد عبد الباري، يعني غيروها، بعدك تحن نظام دكتاتوري حسب أدبياتكم مع المكونات العراقية الأخرى. خليني أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.